واي بالنسبة اي لنا. لاعب لازم يحط في دماغه انه يعني في اي لحظه لازم يكون ستاند باي، يعني زي الموقف النهارده اللي حصل للشناوي. انت النهارده الشناوي حتى الحكم ما ادانوش، يعني في تقرير الحكم لا لم يدين يعني محمد الشناوي، وبعدين غرمه كمان غرامه ماليه، وقفوا 4 ماتشات. انت يعني شفت ده ازاي؟ ده اجحاف ولا شفت ده وجهه نظر حكم قد تكون سليمه؟ يعني امير اراها ازاي؟ انا شايف ان المفروض ان تقرير الحكم مرتبط بقرارات اتحاد الكوره اعتقد، يعني فهو الراجل مش كاتب اي حاجه في التقرير. لا وزي ما قلت اللجنه هي عايزه تثبت ان هي تاخد قرارات، بس لازم تاخد قرارات برضو بناء على قرارات الحكم، وخصوصا يا امير ان كمان الحكم ما كانش ليه قرار اداري. يعني عارف قرار اداري، انت عارف ان ممكن من حق الحكم انه ينزل لعيب او يطرد لعيب بعد المباراه بالظبط، فما كانش فيه قرار اداري. يعني الحكم لو شايف ان كان فيه تعدي بشكل صعب شويه كان ممكن جدا يرفع الكارت الاصفر او حتى الكارت الاحمر لمحمد الشناوي، وبالتالي تنطبق عليه العقوبه، لان في عقوبه اداريه بانذار وفي تقرير، وبالتالي بيتبني على دوت القرار. صح. لكن قرار مبني على ايه؟ دي علامه استفهام. هي دي بقى النقطه يا كابتن، ان زي ما قلت ان اللجنه الثلاثيه اللي موجوده كل واحد عايز ممكن يكون راي واحد في اللجنه، مش راي الاغلبيه. طبعا ده قرار شخص واحد، وبعد كده طبعا قال لك عشان نبقى برضو احنا اقوياء، يعني اقوياء جامد قوي، وناخد قرار مع النادي الاهلي عشان بعد كده كله يخاف. لكن مش النادي الاهلي عمره ما بيخاف من حد، النادي الاهلي مش عايز غير ان هو يبقى فير، النادي الاهلي ما بيكسبش بحكام ولا اي حاجه، بس عايز يبقى فير، قرارات فير. زي ما قلنا شفنا الكابتن سيد عبد الحفيظ قبل كده توقف برضو واتخصم منه فلوس واتغرب، النهارده محمد الشناوي، طب بناء على ايه انت وقفته؟ وبناء على ايه ان انت النهارده الغرامه الماليه؟ يعني بناء على ايه لازم يبقى في تقرير من الحكم؟ النهارده مفيش تقرير من الحكم، ودي قرارات اعتقد ان هي مش عايز اقول عشوائيه على قد ما هي لازم في عقلانيه شويه في القرارات. وزي ما قلت النادي الاهلي برده مش هيقف على الحكم، بس بدات بدري شويه، بدات الاخطاء التحكيميه وجدل التحكيمي ده بيبدا النهارده من الجوله الثامنه، لسه بدري قوي بالظبط. وفي ضغوطات طبعا من الناحيه الثانيه، ولكن انا شايف النادي الاهلي لسه المشوار، والنادي الاهلي نفسه اقوى، النادي الاهلي هدفه اكبر من اي حد. النادي الاهلي بيلعب على البطوله مش على ماتش، وزي ما قلت لحضرتك كابتن هاني وسام ان النادي الاهلي طبيعي انه هيجي له وقت هيقع فيه ماتش او ماتشين او ثلاثه، وكويس ان هو جه في الاول بحيث ان احنا نرجع تاني الثقه، وفي نفس الوقت في نفسنا وفي الجمهور، وفي نفس الوقت يبقى في سلبيات نعالجها، ومن اول المدرب لحد اللعيبه، وان شاء الله خير. يعني من الناس ما تقلقش، انا مش قلقان، ده حصل قبل كده كتير جدا لينا يعني قبل كده. طيب.